ما هي أول قنبلة نووية صنعها الإنسان؟ عندما تفكر في الأسلحة النووية، فإن أول شيء قد يتبادر إلى ذهنك هو الهجمات المدمرة على هيروشيما وناغازاكي سنة 1945، وكذلك التجارب النووية في ولاية ريغان الجزائرية في الصحراء الجزائرية من قبل الفرنسيين. لقد غيرت هذه التفجيرات العالم إلى الأبد، ولكن تجدر الإشارة هنا إلى أنه منذ أول اختبار في سنة 1945 تم تفجير حوالي 2475 قنبلة نووية في جميع أنحاء العالم، وقد أصبحت القنابل أقوى بكثير. ومن غير المفاجئ أن يكون أكثر من 85% من تلك التفجيرات قد نفذ من قبل بلدين فقط، هما الولايات المتحدة الأمريكية ب1130 قنبلة والاتحاد السوفيتي السابق بحوالي 980 قنبلة. بالطبع منذ هجمات هيروشيما وناغازاكي لم تستخدم الأسلحة النووية أبدا في الحرب، ولكن إذا حدث ذلك فبالتأكيد ستكون تلك نهاية هذا الكوكب أو كوكب الأرض. في 6 من أوت 1945 أنتجت قنبلة هيروشيما انفجارا بقوة 15 كيلو طن، ما يعادل 15,000 طن من مادة التي ان تي. وبعد 3 أيام أصيبت ناغازاكي بانفجار قوته 21 كيلو طن. لكن هناك قنبلة في الترسانة الأمريكية الآن تسمى B-83، والتي يمكن أن تولد انفجارا بقوة تبلغ 1.2 ميجاطن. لفهم ذلك، فإن 1 ميجاطن يعادل 1 مليون طن من مادة TNT، وهذا يعني أن B-83 يمكن أن تنتج انفجارا أقوى ب80 مرة من قنبلة هيروشيما. إذا كان هذا لا يشعرك بقلق شديد، ماذا عن ارتفاع سحابة الدخان التي تولدها القنبلة؟ إذا قارنت ارتفاع سحابة الدخان التي يمكن أن تنتجها B-83 بمتوسط ارتفاع طائرة تجارية مثلا، أو ارتفاع جبل إيفرست، فلا توجد أي سبل للمقارنة. رغم أن B-83 ليست حتى أكبر قنبلة نووية اختبرتها الولايات المتحدة الأمريكية، إنما تعد قنبلة قلعة برافو، كاسل برافو، هي الأكبر، والتي ولدت انفجارا يبلغ 15 ميجاطن، أقوى ب1000 مرة من قنبلة هيروشيما. لكن حتى هذا الانفجار يتضاءل مقارنة بأكبر انفجار نووي على الإطلاق. في تشرين الأول من عام 1961 أحدث الاتحاد السوفيتي أكبر انفجار في التاريخ، عندما أطلق قنبلة القيصر بومبا، تسار بومبا، وهي قنبلة بقدرة انفجار 50 ميجاطن، تعادل انفجار 3333 قنبلة هيروشيما، والذي ألقاها على مجموعة جزر الأرض الجديدة في المحيط المتجمد الشمالي. كان هذا الانفجار قويا جدا، وتحطمت النوافذ في النرويج وفي فنلندا، وقد جابت موجات الصدمة جميع أنحاء الكرة الأرضية 3 مرات، وهذا كله أقل حتى من النصف. كان الاتحاد السوفيتي قد قال حرفيا في ذلك الوقت أن لديه خططا لصناعة قنبلة بضعف قوة قنبلة القيصر، تسار بومبا. لكن استعد لبعض الخوف، لأنه عندما ترى حجم التفجير لكل من هذه القنابل على خريطة نيويورك، ستكون على استعداد لحزم حقائبك والانتقال إلى بروكسيما، وهو أقرب كوكب شبيه بالأرض، إذ يبدو أنه على 400 سنة ضوئية مسافة آمنة. إلى هنا أحبائي نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. نرجو أن لا تبخلوا علينا بالاشتراكات. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.